انا الخيل ما بشوفهاش بعينيا، انا بشوفها بقلبي. سيمبل، وما اقدرش اقول لك حاجه تاني. الحصان العربي يعني ده حاجة قديمة أوي، والبدوي هو اللي عملها عشان تتفق مع طريقة حياته. كان ساكن في الأزر، فلازم يكون عنده اللي نقول عليه أنا أسفة. لا لا أجيب لك مية. طب لا 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 أجيب مية. طيب فهو جاب يعني عمل الحصان through selection اللي هو يوافقه في الجبل، يوافقه في الديزرت، وده اسمه ديزرت هورس، ده الاسم الحقيقي بتاعه. ان مصر بقى اخذت منه فتمصروا، امريكا اخذت منه تامركم، بولندا نفس الحكايه. وليه الناس كل العالم كله وقع فيه؟ عشان كاريزما الكاركتر. لا مش الكاريزما، العرب ما كانوش بيفكروا في الكاريزما. العرب كانوا بيفكروا في حاجه يعيشوا معاها وتعيش معاهم وتنفعهم في حياتهم. اذا في الحصان كان لازم يبقى قوي جدا، عشان اياميها ما كانش فيه ولا دكاتره ولا. الحصان كان لازم يبقى قوي، كان كل حصان يتولد عندهم ويلاقوا فيه عيب من العيوب اللي هي ممكن تأثر عليه كحصان كان بيستبعد، تأثر في البرفورمانس بتاعه. طبعا البرفورمانس هي اهم حاجه، عشان الحرب والكر والفر، الحرب والكر والفر والمسافات الطويله اللي بيجروا فيها في الديزرت كده. الحاجه الثانيه، العرب ما كانوش بيهتموا قوي بالدكر، بالستاليون، كل همهم على الفرسان. لان الترايب دي عارفه في حاجه اسمها الرسن، الترايب دي عندها فرسه مثلا عبيان، ابتدوا بيها كل ولادها عبيان. مهما كان الاب، الاب كده يبقى كحيلان، يبقى ده، لان الخيل متقسمه يعني ارسان كده. ف البدو دول بيربوا العبيان، اذا كل عبيان جايز يبقى يمكن ما عندهمش طلوقه حتى. هو بيسمع عن طلوقه في الحته الفلانيه كويس جدا، فيروح له يطلق ويرجع. والبيبي بياخد اسم الايه؟ الام، بيبقى عبيان زيها او كحيلان او ده او ده. ده حاجه. نيجي بقى نقول ان الحصان ده اتعمل للدزر، واخد بالك؟ يعني حتى الكونفورميشن بتاعته غير الكونفورميشن بتاعت اي حصان. الحصان ده فيه 2 فيرتبري اصلا، الفيرتبرا بتاعت الحصان العربي الاصيل فيه 2 فيرتبري اقل. ليه؟ لان الحصان العربي كان لازم يبقى كومباكت مش طويل، لان لو كان طويل ما بيساعدش في الجبل، ما بيساعدش في الجري في الرمل. فكومباكت عشان يبقى قوي. رقبته مش طويله ابدا لسبب، مش قلق قصيره، ما نوصلش للاكستريمز يعني. لان اما بيجي يجري ما بيجريش كده، هو بيجري فيرتيكال ورفع راسه كده، رفع راسه. فدي خليته مع السنين في فيرتبريز اتاكلت، بقى وصل انه بقى عنده فيرتبري هنا انقص وواحده في الظهر. كل حاجه في الحصان ده اندرست لدرجه النهارده مثلا بيدوروا على المناخير كونكيفلي او ديش فيس. تعرفي بقى الديش فيس ده لما كان بيتولد زمان عند العرب كانوا بيستبعدوه. ليه؟ ليه؟
الحصان العربي لازم المناخير بتاعته مش عارفه حر والجو والجري والبتاع والرمله، فعاوزين حصان بمناخير واسعه قوي عشان توصل الهواء. لما بتيجي في الدش هنا بتعمل وقفه في الحته دي، كسره في العظم. اوكي، فما بتديش الفرصه للهواء ان هو يدخل بالكميه اللي هم كانوا عاوزينها. اوكي، فكانوا بيستبعدوا. النهاية عملوا سيلكشن. ديك مثل بسيط، مثلا الحصان العربي اللي كان بيتولد بأربع رجلين بيض كانوا بيستبعدوا. انا اسمعه يعني. ليه؟ عشان الحافر بيبقى ابيض، الحافر الابيض ما يستحملش كتير، انت واخده بالك ازاي؟ يعني هو يبقى له فياخدوا واحد يركبه في الجبل مدة يومين يعرق بيه يبقى هو مات. لان كل حياتهم كانت الحصان. يعني انا طالع النهارده مسافره اسكندريه على حصان، وجه الحصان رجليه تعبت ورقد، خلاص انت انا انتهيت. انت واخده بالك؟ فكان كل الحاجه بتاعتهم السلكشن بتاعتهم معموله على القوه، على الشجاعه. الشجاعه ليه؟ لانه كان بيحارب وبيكر وبيفر وبتاع، وكل يعني الحاجات اللي هي يعني عملوا سيلكشن عجيبه يطلعوا بها هذا. يستحمل الحر، يستحمل البرد، يستحمل الاكل قليل قوي، ما يشربش شربه قليل قوي، يعني كل حاجه حاولوا يعملوها كومباكت. الحصان ده ديزرت، واخد بالك؟ ولا هو مصري ولا هو امريكاني ولا هو بولندي، ولا هو ديزرت، جزيره واليمن والحته دي كلها هي. انت واخد بالك؟ النهارده انا لما جيت اولد، انا ما اول حاجه الفلوس عندي ملهاش دعوه خالص، مانيش غنية لا، إنما كل فلوسي رايحة أنا بحبهم. It's not a matter of business. It was never a matter of business. Never. لما كنت بركب الأول كنت بسافر بروح باجي، كان كله من جيبي. أنا لما جيت بطلت الحفلات وكده، قلت أنا عاوزة ما أقدرش أعيش من غير خيل. فأنا في المزرعة حط لي فرستين ثلاثة أضحك معهم كده ألعب بيهم. كل ما تقول لا انا بحب دي، لا انا بحب دي، لا انا كسره بقى هيبريدي. كل ده بس حقيقي ببيع، بس قليل جدا. وبيع لما يبقى عندي اخوات بنتين من نفس الام ومن نفس الاب، لان انا ما بستعملش طلايق من بره. طلايق ايه؟ من ولادي، مش من مزارع تانية حتى. لا 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 لا. ولا من الهيئة، ولا يعني يمكن من الهيئة مرة يمكن. انما ما الحصان اللي انا بلاقيه وافقني بشتريه من الهيئه، او اشتريه يعني يبقى بتاعي، واخده بالك؟ اوكي، بس على حضرتك مش بتستخدميه في البريدنج بروجرام؟ بتاعي. اه انما مثلا لو واحد جه طلب مني هذا الحصان يطلقه، بقول له اتفضل. ما دفعهوش فلوس. عمري زي العرب ما كانوا بيعملوا. عمري في حياتي ما خليت حد دفع مليم، وكلهم بيطلقوا من عندي. خد بالك؟ ده حاجة. حاجة عشان عمري ما حطيت الحصان في ميزان فلوس أبدا. هقول لك حاجة أكتر من كده ولو صدقتيني يعني. أنا عندي الخيل بتاعتي، في طبعا ببيعهم مولودين صغيرين وكده وبتاع قبل ما أتعلق بيهم، وما لهمش محل عندي، وذكورة مش عارف أعمل بيهم حاجة، ببيعهم لناس صحابي، بدور على ان دول يكونوا كويسين. وعمري ما بتكلم في التمن. يجي يقول لي انا معيش، اقول له خد، مش هتدي له عيشه كويسه؟ جو هاد. فانا لما ابتديت الغيه بتاعتي دي غيه، ما هي مالهاش دعوه بالفلوس ولا ده ولا ده ولا ده ولا حاجه. ففكرت انه حصان اربيه، ما انا بطلت الكوره. وكنت بركب خيل كبيره. انا عاوز اربي حصان. حصان العربي شكلا جميل
وهارمونيوس كله عبارة عن سيمفوني من زي المزيكا سيمفوني. وأنا طول عمري بحبه بس كنت محصوبة أركب الخيل الكبير عشان السدود وكده. فقلت أنا حربي الحصان العربي. والسبب تاني إن الحصان العربي أنا ما هوش مثلا مطلوب زي خيل السدود أو ده أو ده واخد بالك إزاي. ففيها بيزنس أبدا. ده حصان عبارة عن تاريخ وتراث وكالتشر. دول اللي هم حصان بالنسبة لي يعني. ودي لأن أنا بعتبر أن أنا توسرت الإكسنت مصرية بس من الناحية العرب يعني. يعني حتى الانفايرمنت بتاع الحصان ما تغير. ديزرت هو ديزرت واخد بالك. حتى ان كانت الحراره هنا اقل سنه يعني. يعني انما الانفايرمنت الهواء الجاف الصحراء ما يغيرش كله. بس وفكرت ان انا اربي الحصان العربي لهذا السبب. اياميها الحصان العربي كان بيتباع ب 30 جنيه وب 35 جنيه. كم سنه ده؟ انا هقول لك. انا اول في فرسه من فرساتي من مهره صغيره من حوالي 40 سنه يعني. اشتريتها ب 35 جنيه من هيئه. 35 جنيه هو الاثمان كانت كده. 35 جنيه فرس عربي مهره صغيره كانت في السن. ما كانش حد ولا بيشتري ولا بيعمل. وكانوا بيدوا الخيل من غير فلوس لبتوعه السبق واخد بالك. يقولوا لهم ايه ما تكسبوا تدوا لنا كذا في ال اهلا 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 كفايه وسلمت عليا كله. فكانوا يعني بيعملوا الحاجات دي ويأجروا الخيل ببلاش بالكيب بالمكسب يعني. لو كسب يدوا لهم كذا برسنت مش عارفه ايه ويشيلوا عنهم التكاليف بتاعه الذكور واخد بالك. وبيبيعوا من المزادات اي كلام يعني. بقول لك اثمان رخيصه جدا. محصن كان يتباع ب 100 جنيه كان يبقى فده يعني. انا بديكي فكره عشان دي الحقيقه بتاعت الحصان. بما انه حصان كويس قوي وقوي جدا وعنده ستامينا وعنده 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 وهو بقى اللي عمل كل البريدز اللي في العالم دول هو اللي عمل واخد بالك. والناس حتى في ناس بتعمل بريدنج مثلا وبعدين تلاقي ظهر عيب في البريدنج يعني عندهم واحد بيعمل بريدنج ويلاقي ان ظهر عنده عيب بيتكرر باستمرار. بيدخلوا فيه الدم العربي انفيوجن وفي الدم العربي عشان يرجع الايه يضيع الديفكت. يضيع الديفكت. ف انا لما ربيت الخيل ربيتها ان بحبها مش هعمل منها فلوس او ده او ده. وذو ان هم بيدخلوا في الانديورنس ريسز ومطلوبين حتى على مستوى الاقتناء صفر النظر اذا كان في بيزنس او لا. فانا بحب خيلي بحبه. وانا لو عندي حصان نونو مولود ولسه ما تعلقتش بيه ويطلع يتباع ممكن عشان يساعدني حتى في المصاريف لأني عمري ما جبت مصاريفي نبر يعني. أنا فلوسي كلها رايحة عليه. دلوقتي الكبار بقى بتوعاتي لما حد يجي يقول لي الناس تقول لي بقى طب ما أنت مصر ما بتبيعيش عشان كده ما تجيبيش مصاريفك. أنا لو عندي فرصة كبيرة ومش قادرة أخلي خيل أديهم هدية ولا أني شبه خيل كبيرة علشان طب علشان إيه حتى لو كان هيغطوا المصاريف؟ لأن دول حتة مني. أوكي سو برايسلس يعني حاجة كده. يعني زي ما تقولي لي إيه إدي دراعك أقدر أدي دراعي. لا خلاص إدي رجلك أقدر أشد رجلك. أنت واخدة مش حكاية برايسلس حكاية إن أنا ما أقدرش ما تجيش في بالي حاجة. أنت واخدة يعني مش قادرة أوكلها. وعندي واحد صاحبي وعارفه انه بيعتني ويقول له النبي. عندي حصلت بقى في ايه؟
عندي خيل بقى بروبلم. مثلا فرصة ما بتجيبش أولاد، عندها لخبطة عندها. والله اديتهم هدايا لناس صحابي ما رضيتش ابيعها. فالنهاية انا النهاردة اما بشوف، والكلام ده انا قلته من زمان 25 سنة فاتت، امبارح كان عندي جماعة امريكان كنا بنتكلم في الموضوع، كان ابتديت الاقي ان الناس يقول لك ايه، لا احنا عاوزين الحصان ظهره يبقى طويل شوية، احنا عاوزين رقبته تبقى طويلة، احنا عاوزين كل ده ضد الحصان العربي. ضد ليه هو اتعمل؟ It's a desert bred horse. اوكي. لو غيرته هطلع بحصان تاني. الحصان ده عامل 100 صنف من الخيل. مش هيتعب لو عامل حصان كمان 101. يعني من السيلكشن بتغيري. مش بس السيلكشن. حصان لما بيسافر هنا يروح امريكا بياكل اكل تاني، يتمرن تمارين تانية. الجين زي انما الانفايرمنت كله بيغيره. يديله حجم تاني مثلا، حجم كبير، كل الامريكان كل واحد طوله مترين. عاوز حصان كبير يركبه. حصان العربي ما يصحش انه كبير. ولو انت جبت حصان كبير من دولة حطيتيه في الجبل هيموت، مش هيقدر يشتغل. بعد ساعة واحدة هيفطر من الحر ومن الحصان العربي معمول مخصوص العربي يعملوا زمان، عشان أول حاجة صغير عشان يقدر يطلع وينزل من عليه. دلوقتي أنا عشان أركب حصان أدي أقول لحد ديني رجلي. العربي كان هيلاقي حد يقول له ديني رجلي في الدنيا، كان عايز هفه عشان يجري وبتاع وكر وفر وفر. واخدة بالك؟ فده كله ده ابتدوا في الخيل. فأنا لما شفت الكلام ده كان من 25 سنة كتبت أرتيكل، هو موجود عندي. وكان سبب برضو بعتولنا من الورلد كلمة اندستري. لا طبعا اندستري أول كلمة كتبت في التوبيك. رحت مسك الورقة مقطعة كتبتش حاجة. وفي يوم من الأيام بعدها كذا شهر لقيت دخلالي ست ناس في أول التم، وعندي الأرتيكل موجود. وأظن مطبوع على streetbrief.com حاجة زي كده. أنا شفت في هورس تايمز إيجيبت بتاعت خالد عاصم في أرتيكل لحضرتك مطبوع في آخر عدد من هو ده. يبقى هو أنا قريته امبارح. فالأرتيكل ده قمت انا قلت لها، قالت لي كانت تحبني قوي، اخذتني بالحضن وقعدنا جوه. قلت لها كل اللي في مصر رد وجود بقى تضحك. يعني انا لما اقول حاجه عاوز اعملها لمصلحه الحصان، مش عشان اقول انا ولدت فلان وانا عمل، يعني مش هي دي. حتى لو قلت الكلمه دي في وسط البتاع ده معلش، انما انا بعمل المصلحه بتاعتي. فقلت لها فيش هقول لك شو ده انت بعرف. قلت ده انا بعت لك توبك تدوري على اي حاجه. كفايه الكلمه الاولانيه اللي ممكن. الحصان العربي مش ممكن يبقى اندستري. قلت لها ده تاريخ وده تراث وده كالتشر. خليه اندستري ازاي بقى؟ تعملي منه اندستري. انا اما لقيت عليكم بالشكل ده قلت مش هرد. قامت قالت لي اقول لك الشهر الجاي اديكي ال تكتبي الارتيكل ده. كيقولوا عليه ايه، رايحه الكلمه مني دلوقتي، ريسبونس للتعليقات بتاعت الناس. لا يعني اكتبي اكتبي اللي انت عاوزاه. اللي انت عاوزاه. اوكي. مش في حد بيكتب في اول المجله ارتكل. الايديتوريال. ايديتوريال. انت اكتبي لي الايديتوريال وانا ماليش دعوه. تكتبي ده اكتبي اللي انت عاوزاه انا هنشوف. اوكي. وقلت لهم بالزور. انتوا النهارده ده رقبته وده مش عارفه ايه ده ايه بكره الحصان هيروح، ولو راح مش هنعرف نعمله تاني.
لان ده تاريخ، هتعمل ايه التاريخ؟ لا هتبني هرم تاني؟ لا لا واخد بالك. فكتبت اللي ديك النهار برضو لقيتهم بيعملوا اصخم وادل، بيجيبوا لك فرس، فرسه واقفه كده تشربي ايه؟ تعالى يا انتي. لا والله انا عايزه اتكلم مع حضرتك، مش عايزه اشرب. انزلي لي روايه. يجيبوا فرسه كده قدامها خمس بيبيات زي دول. ايه ده؟ ده ولادها. ولادها في سنه؟ هم كلهم قد بعض. لا ما هو ال تغيير ارحام دلوقتي اللي هو بيعملوه انسيميشن، يعني يخلوا الام تشمل من يعني البويضه. اقول لهم طب ازاي يكون عندها خمسه في نفس السنه؟ امبريوسير. يس اوكي. هل ده معقول؟ هل ده معقول في التاريخ؟ هاو كان يو دو ات؟ ايه الريسبكت للحصان اللي قدامك؟ اما الاقي الحصان داخل جوه بيتعرض وعليه اسود واحمر واخضر وابيض، ايم شوكت. انا ركيبه عاوزه حصان. انا مش عاوزه ملكات جمال، ملكات جمال دول لهم وضع تاني. واخده بالك؟ دلوقتي الحصان معاك شو؟ فانا حتى انا يعني انا اول حاجه دخل خيلي وعارفه انه مش هيكسبهم دهن، ولا واحد محلوق، ولا واحد متشال له شعر، ولا واحد حاطين له اسود، ولا واحد حاطين له ابيض، بيدخل زي ما هو مغسول بالخرطوم. ممكن ده مبدان الارجيومنت بتاعهم بتاع الامبريو ترانسفير، ان هم مش عايزين يبوظوا جسم الفرسه. ف ستو عشان الفرسه دي لما بتكون شامبيونه وتبيع ولادها على انها شامبيونه بيبقوا اغلى، فبدل ما ابيع واحد ابيع خمسه. اوكي. فانا طول ما الفلوس دخلت في حاجه خربت. والخيل اللي الشامبيونات اللي ولادهم دلوقتي لهب ولهيب، انا اللي عملت جدهم شامبيون. اللي هو بقى من نتكلم هو يمضل امضل، انا اللي حكمت فيه في سالون دي شيفال. سالون دي شيفال وعملت ذكرى عشرينات اول اوفر. ايه بقى ايه اللي خلى حضرتك تديه 20 اول اوفر؟ هقول لك حاجه. الحصان ده انا شفته وهو عنده سنه، وصاحبته تقدر تقول لك لانها كتبت ده في مجله. كنت داخله ولقيت الحصان اوكي في البوكس، كان اوبن داي. انا اتبهدت، كان عنده سنة سنة 19. فوانا واقفة كده جت تجري البنوتة اللي بتشتغل عند الست صاحبة اللي هي باربرا جريفيث. اوكي. وانا اعرفها، كنت اعرف جوزها الله يرحمه قبل ما يتوفى وكده. وراحت تجري قالت انا عندها باربرا. راحت ندهت باربرا، جت باربرا قلت لها قالت انتي واقفه هنا اشمعنى؟ قلت لها الحصان ده المهر ده انا ما شفتش حاجه زي كده، عشان انا مهما بحب دولة ومهما بحب الخيل العربي بحبهم كلهم، بس يعني كل واحد له صنفه. ايه بالك بخصوص امدال بالظبط؟ ما اقدرش اقول إيه. انا كاريزما مثلا كاركتر انا اقول لك انا الخيل ما بشوفهاش بعينيا، انا بشوفها بقلبي. سمبل. وما اقدرش اقول لك حاجه ثانيه. يعني حضرتك مالكيش مثلا كرايتيريا معينه لما بتلاقي حصان عشان تستخدميه انه بريدنج بروجرام؟ لا، ما دام هو تايبي قدامي، يعني الحصان لما كنت اقف كده ويدخل وكان في وكنت ايميها سوبريم جادج، ما معيش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، انا لوحدي، كان يدخل عليا كده كنت اقول الحصان ده واخد بالك. بعدين بقى لما يقرب ابتدي ادور بقى في رجليه ولا ده ولا ده صح او غلط. الخيل بتكلمك بتكلمك من جوه، وانت بتردي عليها من جوه. واخد بالك؟ مش كل الناس، في ناس بيبقى عندها الخيل. احنا بقى ايامنا
كذا مرة انطلبت في بيرن. وهناك في عندهم في بيرن خيل حكومة يعني بتاعت الحكومة. ونقعد هناك يمكن أسبوع. يجيب واحد بيكلم فرنساوي، واحد بيكلم إنجليزي، واحد بيكلم ألماني. وبيجوا ناس بيدخلهم بيدفعوا حاجة مثلا $100 $50 وتبر، دول اللي هم جايين عشان يتعلموا يبقوا جاج. ده كانت الطريقة زمان. كل حاجة كان لها وضعها يعني. فأنا باخد الجروب اللي بيكلم مثلا فرنساوي، وحد تاني بياخد الجروب اللي بيكلم انجليزي، والتالت بياخد جروب بيكلم ألماني. صح. فتيجي لل احنا التلاقة بنقول بقى بعض انت هتتكلم في ايه، يجيب واحد انجليزي وكده. فبننقي الحاجات اللي هنتكلم بيها بيننا وبين بعض عشان نعلم الايه. كان زي الدراسة، تدخلي تقفي كده ودول كلهم قاعدين قدامك على الكراسي بياخدوا درس. اوكي. واخد بالك؟ فبنيجي نتكلم في اسكس، مهمة قوي الاسكس في التحكيم، في ده في ده في ده كله كنا بنفهم. وبعد الاسبوع ده في اخرة الاسبوع وعندنا بيجي يوم انا اتعلمت بقى منه. كان يجي دكاترة 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 بتليفزيون ويقعد يفليلك كل حاجة، لأن كل كلمة لها معنى. يعني لما تيجي انت تقولي ايه، انا بحكم في طلايق، الطلوقة ده ممكن يكون عنده أكسيدنت قديم، بس ده ما يعيبهوش كطلوقة. بالظبط. انت واخد بالك ازاي؟ فده انا بديك مثل يعني. النهاردة تبص الطلايق وبعدين رجله فيها جرح، يقول لك لا ده انا مالي ومال الجرح، انا بدور على اولاده الطلوقة ده بيجيب ايه بيديني ايه. بالظبط. انت واخد بالك؟ فده اللي كان بقى، كنا نقعد نفهم لهم كل حاجة لها معنى. طلايق طلايق، خيل ثلاث سنين ثلاث سنين، يعني كل واحد بياخد على قده، ونفهمهم كل حاجة. ونيجي اخرة الاسبوع كل واحد من بيرن بقى من جنب بيرن او كده بيدلنا من مزرعته ويطلع لنا ثلاثة جروب خيل، واحد يديل اللي بيتكلم فرنساوي، الجروب الثاني للانجليزي والالماني، ونمتحنهم بقى في الخيل. واخد بالك ازاي؟ وبعد ما نمتحنهم ينجحوا او يسقطوا، اللي بينجحوا بالذات لنا يوم تاني نقعد معاهم بقى ونسألهم أسئلة، أي أسئلة، عشان نشوف هل هم عقلتهم نظيفة أو مش نظيفة، هل هم انترستد في حاجة ولا مش انترستد، هل هم ناس أنت عارفة يعني صريحين جدا وما عندهمش ثواني بقى. وكنا نعلم تحت ده ينفع ده ما ينفعش ده ينفع عشان integrity testing system. النهارده الراجل اللي انا قلت لهم في مصر بعت بقالي 20 سنة اقول لهم ما تجيبهوش ما تجيبهوش، لحد ما واحدة ست فرنسوية كلمتني صاحبتي بتقول لي ايه مبروك، قلت لها ايه، قالت لي الراجل بتاعك ظبطوه ريد هاندد في الامارات، هو والحكام شالوه واخدين برايب. يعني حاجات غريبه انا زمان ما كانش اي واز ابروتش مره مرتين حاجات مش فلاجرنت قوي، انما يعني وبعدين انا مره من المرات اي واز ابروتش، كان في واحد انجليزي جادش انجليزي الله يرحمه بقى، فجيت طلب مني حاجة خفيفة كده ان اغير بين مثلا المهرة دي والمهرة دي، فين واحدة الاولانية واحدة التانية، يبدلوا. قال لي لو كان ممكن نعمل كده. قلت له اشمعنى؟ قال لي عشان الجادج التالت
كان امريكاني وكان عنده اختها ما اعرفش فين فعاوز يبقى هو اللي مش عارفه ايه يعني. فبصيت له قلت له تعرف انا لو غيرت رايي وحطيت كده راس المهره دي will haunt me as long as I live. والله قلت له الكلمه دي. انا كنت قاعده هو كان واقف ورايا كده فمسكني من هنا قال لي داني انا مبسوط انك شوفي انا مبسوط انك قلتي كده وما تتغيريش. انا I would have been haunted لحد النهارده. هو ممكن حد تاني يعمل مع المهره بتاعته كده يطلب سويتشنج فهو هيز شور دلوقتي ان في انتجريتي في الجادجنج سيستم عشان ليه او عليه.